بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله راح نشرح محاضرة الأطفال 11 ومن الله التوفيق. عنوان المحاضرة Nursing Care of Gastrointestinal Tract Disease، إذن العناية التمريضية بأمراض الجهاز الهضمي. طبعا محاضرة جدا مهمة واختصرتها قدر الإمكان. المحاضرة مهمة من جانب أنه هي محاضرة حاكي يعني حياتنا اليومية، لكون كل البيوت لديهم أطفال. خلينا نشوف المحاضرة نشرحها وأتمنى الاستفادة منها. Gastroenteritis التهاب المعدة والأمعاء. Acute inflammation of lining membrane of stomach and intestine. هو التهاب حاد للغشاء المبطن للمعدة والأمعاء. Most cases seen from 6 to 11 months. This because أغلب الحالات ممكن أن نشاهدها بعمر 6 إلى 11 شهر تقريبا، لعدة أسباب. يعني إحنا ليش اختارينا هذا العمر؟ قلنا من 6 إلى 11 شهر تنصاب أو يصابون الأطفال بهذه الحالة الجاسترونترايتس. خلينا نشوف. Decrease maternal antibodies. أول شيء قلة الأجسام المضادة اللي أخذها الطفل من الأم عن طريق المشيمة راح تقل، يعني معناه شنو مناعته قلت. Start mixed food. إحنا نعرف بعمر 6 أشهر شو راح نطي الأغذية الممزوجة أو supplementary diet، الأغذية المكملة، مو أيضا راح يسبب لنا gastroenteritis لأي سبب كان. كان يكون عنده حساسية من طعام معين، أو هو مثلا الطعام كان يكون ملوث، أو بسبب خلط الأغذية معينة مما تسبب له gastroenteritis. Contamination. هنا contamination يعني احنا نطي فد غذاء اصلا هو ملوث بالبكتيريا او بالفيروس او الباراسايت، ويسبب لنا هذا الحالة عند الطفل. Causes. اسباب gastroenteritis. Viral infection. Viral infection من أهم أمثلته اللي هو روتا فيروس. Most cause of winter months diarrhea and is more than 50% of diarrhea below age 2 years. إذا روتا فيروس هو من أكثر الفيروسات اللي تصيب الأطفال بعمر دون السنتين خلال أشهر الشتاء، أكثر من 50%. طبعا Bacterial infection إذا كانت العدوى هي بسبب بكتيري، مثل إيش؟ مثل إيكولاي، سالمونيلا، شيغيلا، فايبرو كوليرا، ذني أمثلة على البكتيريا. إذا كانت parasite infection، parasite يعني طفيليات. الأنتي أميبا هيستوليكا والجياردية لامبلية ذني أهم أنواع أو المسببات لالتهاب الجاسترونترايتس لدى الأطفال. عندنا أيضا سبب آخر لدراكس، عندنا أدوية تسبب جاسترونترايتس، اللينكومايسين والكلاندامايسين والآيرون والأمبسلين. ذن الأدوية قد يسببن جاسترونترايتس عند بعض الأطفال بسبب التحسس منها. فود and food poisoning والفود أليرجي. الطفل بعض الأحيان يسمم بأغذية معينة كانت تكون فاسدة، كان تكون منتهية الصلاحية، كان تكون تحتوي على مواد كيميائية يتحسس منها الطفل، أو هو الطفل لديه حساسية من نفس الطعام. يعني أكيد أنتم سامعين أنه عندنا أطفال عندهم حساسية من الحنطة، مو سامعين هيك؟ هذا الطفل عنده حساسية من الحنطة، خطينا باوع على الطفل هو أصلا ضعيف
يعني حتى عنده تخلف بالنمو مالته. هاي واحدة من الأمثلة اللي عليها functional bowel disorder، اضطرابات وظيفية بنفس الأمعاء. يعني عندنا اضطراب وظيفي بالأمعاء نفسيتها لأي سبب كان. يعني حتى من يعني الأطفال اللي عندهم احنا نقول عليهم من جماعة الأوتو أميون، يعني هو الجسم نفسيته يحارب المعدة والأمعاء. شلون تصير عندنا؟ كان يكون طفرة جينية يوصل كود خاطئ إلى الجهاز المناعي، راح يبدأ الجهاز المناعي يصنع أجسام مضادة للأغشية المبطنة للمعدة والأمعاء، هنا راح يصير عندنا عملية التهابية. وهكذا clinical features، المظاهر السريرية increase number and volume and fluidity of stool، إذن زيادة بعدد وحجم وسيولة الغائط. يعني الغائط أول شيء عدد مراته راح تزداد، الحجم مالته راح يزداد، والسيولة مالته تزداد، يعني يصير مائي fluidity سائل مائي. abdominal pain، ألم في البطن، vomiting تقيؤ، fever حمى، and malaise اللي هو التوعك. حتى نفرق ما بين البكتيريال gastroenteritis and viral gastroenteritis. in bacterial the fever is high more than 38.5 centigrade، إذن الحمى تكون بالبكتيريال infection راح تكون أكثر من 38.5 مئوية. maybe blood in the stool، ربما هنالك دم في الخروج. the stool more than 8 times per day، وتكون عدد مرات التغوط أكثر من 8 مرات في اليوم الواحد. in viral gastroenteritis the fever is mild less than 38.5 centigrade vomiting stool less than 8 times per day، إذن الحمى راح تكون متوسطة وأقل من 38.5 سنتيغريد، وتكون هنالك تقيؤ والخروج أو عدد مرات التغوط أقل من 8 مرات باليوم. إحنا نعرف أغلب الغاسترو أنترايتس راح تسبب لنا فوميتنج ودياريا. نتيجة للدياريا والفوميتنج راح يصير عندنا ديهايدريشن. هنا أنا ذاكر لكم يعني طبعا هاي كل هالمواد احنا اختصرناها بشكل مختصر حتى لا تكون شوية صعبة عليكم. الديهايدريشن دائما إذا ازداد عن حده راح يسبب لنا مشكلة، مشاكلها مو مشكلة. أنا هناش كتبت لكم حتى نختصر، الدياريا can cause dehydration، الإسهال ممكن أن يسبب لنا dehydration، الجفاف. Dehydration have 3 degrees، الجفاف 3 درجات، mild moderate and severe، بسيط متوسط وشديد. depend on fluid and electrolyte loss، يعتمد على السوائل والشوارد الكهربائية المفقودة. يعني أنا اليوم من أريد أقيم طفل أسوي له assessment physical assessment للطفل، شون أطي ديجري من الديهايدريشن؟ يعتمد على نسبة السوائل والشوارد المفقودة. mild dehydration 3-5% weight loss، هنا بالمايلد راح يفقد من 3-5% من الوزن مالته. الريتابلتي يكون الطفل حاد المزاج منزعج، بيلر شحوب دراوزنس يكون عنده نعاس خمول. المودريت ديهايدريشن المتوسط 5-10% ويت لوس، راح يفقد هنا الطفل عندنا من 5-10% من وزنه. سيك لوكينج تشايلد، يعني انا اليوم من ابوع على الطفل، طفل امامي اسوي له فيزيكال اكزامينيشن، اسوي له فحص بدني او فحص السريري، ابوع على الطفل هو شكله مريض شكله عليل، يعني اللوكينج مالته يعني المظهر مالته هو باين عليه مريض. بيلر شحوب depressed fontanels، من أجي على اليافوخ الأمامي أشوفه منخسف بخسفة، هاي واحدة من العلامات
ساينز جدا مهمة بنسوي لها بالفيزيكال اكزامينيشن بالفحص السريري، راح نلاحظ انه منطقة الفونتينالز الامامية هي منخسفة. sunken eyes اللي هي غوار العين، غوار العين. dry mucous membrane جفاف الأغشية المخاطية. skin elasticity returning slowly اللي احنا نقول عليها رجوع مطاطية الجلد ببطء. يعني انتم شايفين اغلب الاطفال اللي عندهم جفاف نجي ناخذ فد فولد معين من الجسم، كان يكون بطنه او ايده، بلطف ونسحبها للاعلى ونشوف اذا رجع الجلد بسرعه ما عندنا اشكال. لكن هنا بالديهايدريشن الجفاف لا، راح يرجع ببطء، واذا رجع ببطء اسرع العفو بطء اكثر راح تكون الحاله عنده شديده. يعني نعتمد على الوقت رجوع الجلد الى مكانه الطبيعي. Severe dehydration more than 10% weight loss، هنا راح يفقد اكثر من 10% من وزنه. Eyes and fontanels severe sunken، اذا راح يكون عندنا انخساف انخساف بالفونتينلز جدا شديد، والايز مالته او العيون مالته تكون ايضا جدا غائره، لانه الحاله صارت شديده اكثر، فقد 10% من الوزن مالته. skin elasticity return very slowly، رجوع مطاطيه الجلد جدا بطيئه، جدا بطيئه. كوما اغماء، ميتابوليك اسيدوسيس، هنا راح يكون عندنا الميتابوليك مالته حامضي. impalpable peripheral pulses، عدم الإحساس بالنبض الطرفي بسبب فقدان السوائل وبسبب ضعف العام للطفل. investigation التحريات، أول شيء نسوي له general stool examination، presence of mucus وجود المخاط، white BC RBC over and parasite. يعني إحنا بنسوي General Stool Examination راح نلقى الميوكس موجود، كريات الدم الحمراء والبيضاء والبيوض والطفيليات. Stool Culture and Sensitivity، زرع الغائط ونشوف الحساسية لأي من المضادات الحيوية اللي راح نستخدمها اعتمادا على النوع الجسم المايكرو بايولوجي اللي هو مسبب. السيرام الكترولايت، راح نفحص الشوارد الموجودة بالمصل. treatment and nursing care if there is no dehydration، إذا لم يكن هنالك جفاف، بس شوية يعني دققوا بهاي، إذا لم يكن هنالك جفاف، treatment home that give the baby more fluid، continue breastfeeding، إذا لم يكن هنالك جفاف تكون المعالجة في البيت وليس في المستشفى بإعطاء الطفل مزيدا من السوائل، والاستمرار بالرضاعة الطبيعية. give fluid like soup rice water and dextrolite which content، هسه نشرح. إذا نعطي سوائل للطفل مثل أي شيء، شوربة، فوحة تمن، أو الدكسترولايت اللي هو محلول الإرواء الفموي مثل ما تعرفونه، اللي هو المكونات مالته كالتالي، يعني أنتم تعرفونه المفروض، اللي هو كلوريد الصوديوم 3.5 جرام لكل لتر، وبيكربونات الصوديوم اللي هي تقريبا 2.5 جرام لكل لتر، وكلوريد البوتاسيوم 1.5 جرام لكل لتر، والكلوكوز 20 جرام لكل لتر. This contain dissolved in 1 liter of clean water، هذه المحتويات أو هذه المكونات كلها نحلها بلتر واحد من ماء نظيف ونطيها للطفل حسب الحالة مالته أو الشدة الديهايدريشن. خلنا نأخذ تفصيل آخر. If there is diarrhea without dehydration، إذا كان هنالك إسهال لكن بدون جفاف. least 2 year of age 50 to 100 ml each stool، الطفل اللي اقل من سنتين نعطيه من 50 الى 100 ملي لتر
لكل خروج. يعني كل ما تطلع بطن الطفل نطيه من 50 إلى 100 حسب الحاجة. إذا كان more than 2 years of age نطي 100 to 200 milliliter each stool. إذا كان أكثر من سنتين نطي من 100 إلى 200 مل لكل خروج. كل ما تطلع بطنه إحنا نطي من 100 إلى 200 للطفل حتى نعوض السوائل اللي فقدها. If the diarrhea with dehydration إذا كان الإسهال مع جفاف. Mild dehydration إذا كان بسيط نطي 50 مل each kilogram in the first 4 hour. واضح؟ Moderate dehydration المتوسط الجفاف المتوسط 100 مل each kilogram in the first 6 hour. يعني احنا اول مره بالمايل نطي 50 مليلتر لكل كيلوغرام اول 4 ساعات. اذا كان متوسط نطي 100 مليلتر لكل كيلوغرام اول 6 ساعات. after the 4 and 6 hour بعد الاربع ساعات او 6 ساعات اللي اخذناها مسبقا بالمايل والمودريت give maintenance of 100 مل لكل كيلوغرام per day. نروح نطي نستمر انه نطي 100 مليلتر لكل كيلوغرام لليوم الواحد. Infant and children receive a dietary supplement of zinc. احنا خلنا نشرح ما خلي سؤال عليكم حخاف تكثر الأسئلة عليكم. هو يعني Infant and children receive a dietary supplement of zinc for up to week. ليش نعطي زنك للطفل اللي عنده دياريا؟ خلينا نقول بشكل عام دياريا أو dehydration. هنا نحن نعطي الزنك. الزنك هي طبعا من ضمن المايكرو نيوترنت. مايكرو نيوترنت not ماكرو نيوترنت. ليش؟ لأنه الزنك إحنا نحتاجه بالغرامات وليس بالكيلوغرام. لهذا نقول عليه مايكرو نيوترنت not ماكرو. الزنك وظيفته بهالحالة هاي أول شغلة راح يسويها من ناخذ الزنك يعيد بناء الخلايا الغشاء المبطن للمعدة والأمعاء. اثنين يصححنا الميتابوليك الأيض الغذائي. هو أسيدوسس لأنه كل ما يصير عندنا فقدان للسوائل يصير أسيدوسس الميتابوليك الأيض الغذائي. يساعدنا بتصنيع البروتين. تقوية المناعة. واضح؟ ذن الأمور المهمة جدا حتى نساعد الطفل للشفاء بصورة سريعة. Frequent changes of position تغيير الوضعية بشكل مستمر. تعرفون الطفل خاصة إذا كان عنده severe dehydration راح يجينا جلد وعظم من يظل نايم على جهة واحدة احتمال يصير عنده bed sores اللي هي قرح الفراش. Drugs antibiotics given for dysentery يعني احنا نعطي مضادات الحياة للأطفال اللي عندهم ديزنتري اللي هو بلاد ستول اللي يكون الغائط مالته دموي. الفيرال انفكشن ديبيندينج اون ذا سيفيريتي اند تايب اوف فيروس بالنسبة للفيروسات اللي اذا كان سبب فيروسين حسب الحالة مالته والنوع مال الفيروس. اند جيف مترونيدازول فور جياردي لامبليا اند انتاميبا بينما الطفيليات عندنا الباراسايت نعطي الانتاميبا العفو نطي الميترانيدازول اللي هو الفلاجيل. احنا معروف عندنا الفلاجيل حتى عادة مرات نسمع الناس يقول يا با خلي الفلاجيل بجيبك خاف بالطريق تأكل لك أكلة وتسمم بها فالفلاجيل بجيبك. طبعا هو علاج جدا فعال للباراسايت. هنا عندنا موضوع جدا مهم للأطفال جدا مهم وتعاني منه كثير من الأمهات مو بس الأمهات وحتى يعني اللي بالبيت كلهم. يعني بالليل ويقعد الطفل يبكي راح يزقم الأم يزقم الأب الأطفال كلهم ينسقمون بسبب بكاء الطفل. Infant and baby colic مغص الأطفال والرضع مغص is syndrome in infant characterized by crying. It usually occurs in around 10 days of age and lasting through the third month. إذن هي متلازمة في الأطفال الرضع تتصف ببكاء الأطفال
وعادة تحدث بعمر 10 أيام وتستمر لمدة 3 أشهر. واضح؟ هاي العلة اللي أغلب الأمهات خطية ما يعرفونها. يعني هو بسبب يعني الثقافة، إنه ما عندهم ثقافة صحية حتى يقدرون يتخلصون من هاي الحالة. خلنا نشوف الأسباب. إحنا إذا عالجنا الأسباب عالجنا المرض أو الحالة، هي طبعا متلازمة وليس مرض. During the sucking the infant slowed air. خلال الرضاعة الطفل سوف يقوم بابتلاع الهواء. أي سببها؟ أنه الأم طريقة الرضاعة مالتها خطأ. إذا كانت طريقة الأم بالرضاعة خطأ، فأكيد الطفل راح يسحب هواء، يستنشق هواء العفو، أو يسحب هواء مع الحليب اللي هو داخل المعدة تنتفخ بالهواء، إنه بيصير عنده غازز وإنه بيصير عنده كوليك بعدها. Overfeeding اللي هو نطي رضاعة أكثر من المطلوب أيضا يسبب عنده كوليك. الكاوز ميلك أليرجي، الحساسية من حليب الأبقار، أيضا الحساسية تسبب غازز باعتبار أنه تتحول إلى غازات بسبب الحساسية اللي هي يعني الطفل أصلا يصير يسوي ريجكشن، رفض للحليب ويسوي غازز عنده، بالتالي يصير عنده ديستنشن أوف ستومك. Sign and symptom، علامات وأعراض الحالة. Abdominal pain and distended by gases، ألم في البطن مع انتفاخ بالغازات. Crying that increase by night، أكيد البكاء سوف يزداد في الليل. ليش؟ لأن الطفل في وضع سبات، لو كان في النهار بحركة الطفل يقدر الطفل يتخلص من الغازات، لكن الطفل بالليل هو يرضع مرتين ثلاثة أربعة 10 مرات، لكن هو نايم في وضع سبات فبصعوبة يتخلص من الغازات. لو كان بالنهار كان أفضل، لهذا نحن نقول عليه سندروم خاصة بالليل. Treatment and nursing care. Colic calm قريب water is available online and has a success rate of over 90% in treating baby colic. كل احنا سامعين بماء غريب. ماء غريب اول شيء هو متوفر وناجح في معالجة 90% من حالة مغص الطفل. Antispasmodic with sedative، طبعا هاي حسب ارشادات الطبيب، بنطي مضادات المغص ونطي المهدئات إلى. واضح يا شباب؟ Acute gastroenteritis هو التهاب المعدة الحاد. Acute inflammation of mucous membrane of stomach، هو التهاب حاد يصيب الغشاء المبطن للمعدة. الأسباب ingestion of infected food، تناول غذاء هو مصاب بالبكتيريا أو بالفيرال أو بالباراسايت. drugs like aspirin، الأدوية مثل الأسبرين، والفود بويزنينج والتسمم بالغذاء. sign and symptom، fever، abdominal pain، anorexia، vomiting، weakness، حمى، ألم في البطن، فقدان للشهية، تقيؤ وضعف عام. nursing care and treatment، oral fluid، السوائل الفموية، كلوكوسلاين أو نطي الORT اللي هو الOral Rehydration Treatment. In repeated vomiting give IV fluid، إذا يعني استمر التقيؤ عدة مرات بحيث أنه أي شيء نطيه يتقيأ الطفل نطي IV. Don't give any medication till doctor consultation، إحنا ما نطيه علاج إلا بعد استشارة الطبيب المعالج. لهنا أنا أعزائي الطلبة انتهت المحاضرة، وأنا أنتظر من عندكم أي سؤال أو أي استفسار حول المحاضرة. أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.